يمكن العمل في بيئة ثلاثية الأبعاد داخل After Effects، وإمكانية إجراء تحريك وتدوير على محاور الأبعاد الثلاثة الأفقية X والرأسية Y والعمق Z. أمامنا ثلاث طبقات، ولتحويل هذه الطبقات إلى ثلاثية الأبعاد نفعل هذا الخيار في كل طبقة، أو من قائمة الطبقة Layer نفعل الطبقة ثلاثية الأبعاد 3D Layer. وعند تفعيل خاصية العمل ثلاثي الأبعاد تظهر خصائص إضافية للبعد الثالث في الطبقة، فنجد ظهور خيار للمحور Z في كل من الموضع Position ونقطة الارتكاز Anchor Point والتحجيم Scale ومحاور توجيه الزاوية Orientation ومحاور التدوير Rotation، بالإضافة لخيارات المواد Material. ومحاور الأبعاد لها ثلاث ألوان، المحور الأفقي X أحمر والمحور الرأسي Y أخضر ومحور العمق Z بالأزرق. ويمكن إظهار أو إخفاء هذه المحاور من View، نفعل Show Layer Controls. والعمل تحريك ثلاثي الأبعاد يمكن سحب مقابض المحاور أفقيا أو رأسيا أو للعمق. وعند تعذر الإمساك بمحور معين يمكن تغيير طريقة العرض ورؤية التركيب من القائمة الموجودة أسفل التركيب، ومن النوافذ المساعدة يمكن تحريك أي محور بسهولة. ولإظهار مقابض المحاور بشكل دائم يمكن تفعيل 3D Reference Axis، فتظهر المقابض في هذه الزاوية من الشاشة. كما يمكن عمل التحريك من خصائص الطبقة بتغيير القيم الأفقية أو الرأسية أو قيم العمق. ومن روتيشن يمكن عمل تدوير حول المحور X أو حول المحور Y أو حول المحور Z، وأي طبقة يمكن تحويلها لثلاثية الأبعاد ما عدا طبقة الصوت، فيمكن تحويل طبقة النص إلى ثلاثية الأبعاد بنفس الطريقة، كما يمكن من خلال Animation Animation Text Enable Pre-Character 3D، فتظهر خصائص النص ثلاثي الأبعاد. ويمكن عمل تقاطعات للطبقات ثلاثية الأبعاد. أمامنا شكلين، نعمل تدوير لكل منهما حول المحور X. فنلاحظ ظهور شكل التقاطع، كما يمكن إضافة تأثيرات وأقنعة للطبقات ثلاثية الأبعاد.